بسم الله الرحمن الرحيم. رمضان كريم لجميع الشعب المغربي. اذا في اطار الانشطه الاجتماعيه اللي كتقوم بها جمعيه جسور الخير للتنميه المستدامه بسلا، كنحاولوا اننا نفطروا، كنوجدوا وجبات الافطار خلال شهر رمضان، كنوزعوها على المحتاجين والناس اللي بدون ماوى خلال هذا الشهر الكريم. فاليوم كما كتشوفوا اننا في اليوم الثالث على التوالي اللي كنفرقوا هذه الوجبات هذه، وحنا اليوم استهدفنا منطقه اخرى لمناطق مدينه سالا اللي هي منطقه القريه، بالتالي كنحاولوا اننا نفرحوا الناس خلال واحد هديه بسيطه اللي عباره عن وجبه بسيطه جدا، ولكن هي كتكون واحد كتسبب واحد الاثر جيد وجميل في القلوب ديال الصائمين. اذا شكرا بزاف على جميع الناس اللي ساهموا من قريب ومن بعيد في انجاح هذه الحمله هذه، وان شاء الله نوعدكم بانشطه اخرى. تبارك الله عليكم، السلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.